اتفاقية الرياض أتت في الوقت المناسب بعد ما عانينا من أزمات وحروب أدت إلى التفرقة والشتات في الشعب اليمني. نحن ما سمعنا عنهم من بوادر خيرية في سواء كان في جانب الشرعية أو جانب الانتقالي. نحن نطمح منهم أنهم يكونوا ذو ثقة للشعب وأن يكونوا ذو علاقة مع الشعب وعلى تواصل عام مع الشعب. أول حاجة إن شاء الله نشوف التشكيلات الواقية وإن شاء الله تكون تشكيلات خير بحكم أنه بتكون مكونة من شطرين اللي هو الشطر من الحكومة الشرعية والشطر من المجلس الانتقالي. إن شاء الله نتوقع في بام خير ويكونوا قادة ويطوروا البلاد بإذن الله. والله الاتفاقية هذه خطوة جيدة نسبة لنا كجنوبيين بأنه انتزعنا حق من حقوقنا، وأهم شيء أنه أصبح المجلس الانتقالي ممثل لنا أمام العالم ولنا حق التفاوض في المفاوضات النهائية كشعب يطالب بحقه واستقلاله. وإن شاء الله الخطوة القادمة هي الاستقلال والحرية للشعب الجنوبي. الحل العودة إلى نقطة الخلاف الأولى، يعني اسمه تعويض بلد. هذا الحل. يا واحد من المواطنين، انا زي ما قلت لك اذا هم يعني موافقين انا بكون واحد منهم موافق، ما وافقوش نحن كذلك واحد من المواطنين ما بوافقش.